صح، بس مش معناته مات في مصر، ندريش. لكن يوسف مات في مصر، وعلى مبدأ انه يوسف موته كان اشي فيه غموض، يعني قد يكون اغتيال، قد. ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى قال حتى اذا هلك. اذا استخدم تعبير هلك، وطالما انهم كانوا في شك بعض فئات المجتمع، فممكن تآمروا عليه، ممكن قتل، ممكن سم، ممكن، المهم حتى اذا هلك. على كل الهلك هو الموت قبل الاوان. قبل الاوان ايش يعني؟ في منظرنا احنا كبشر، بمنظرنا احنا كبشر بشكل عام، حتى اذا هلك فما زلتم في شك مما جاءكم به، مش هيك؟ حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. هذا لما كان يتكلم مؤمن الفرعون مع الفراعنة في الموضوع. طيب كان موصي، ولذلك يقال في الحديث اللي ورد، في الحديث عفوا، انه سأل موسى عن مكان القبر، فقالوا له ما فيش حدا بيعرف الا امرأة عجوز. فهذه المرأة العجوز رفضت انها تدل على المكان حتى يشهد لها موسى انها تكون معاه في الجنة. فأوحى الله انه يعني ما ايوه اعطيها هذا. شوفوا شو سؤالها، انه ايش تكون معاه في الجنة. فدلت على مكان، ويبدو ان المكان صار في مكان مغمور بالمياه. استخرجوا القصة، اذا بتقول الوردة كحديث، استخرجوا جثمان وجاءوا به الى فلسطين. فمفهوم انه مدفون في الخليل، بس هو اللي في نابلس مين؟ الى اخره. تمام؟ زي قضية راس الحسين.